مرحبا، احنا الان في منطقة بوستيبا. جينا نصور لكم فيلا راقية جدا في منطقة بوستيبا. مساحة الارض اللي مبني عليها 700 متر مربع، مساحة البناء 120 متر مربع، يعني فيها حديقة بالاضافة الى مساحة بناء الفيلا 5 طوابق. الفيلا اللي امامنا فيلا راقية جدا، منطقة بوستيبا. بوستيبا تعتبر في وسط الميدان، يعني المسافة بين الموقع والميدان تقريبا 5 دقائق، وبين الموقع والمطار تقريبا 10 دقائق، والفورم أيضا 10 دقائق. يعني منطقة مميزة جدا، في منطقة حيوية بوستيبا. نجي مع بعض نشوف تفاصيل الفيلا من الداخل. مدخل الفيلا الرئيسي من هنا زي ما احنا شايفين. أول ما نجي ندخل الفيلا من هنا، المدخل الرئيسي، هذا المدخل العام للفيلا. لها كاميرات مراقبة. أول ما ندخل هذا المدخل، نجي هنا على اليمين، دولاب خاص بالأحذية والعبايات. مقابلنا على طول غرفة صغيرة أو مناسبة، لها مخرج لتراس. بجوارها صالة، الصالة هذه ما شاء الله كبيرة شرحة، تعتبر مقسمة إلى قسمين. الفيلا كلها بورق جدران فاخر مزودة ما شاء الله تبارك الله. عندنا مخرج هنا للتراس، زي ما احنا شايفين هذا الدور الأول. الغرفة الأولى اللي قلت لكم عليها مخرجها من هنا، يعني تعتبر بلكونة مشتركة بين الغرفة والصالة في الدور الأول. شوفوا ما شاء الله تبارك الله إطلالة الفيلا، شوفوا البلكونة، شيء جميل ورائع ما شاء الله تبارك الله. عندنا الحديقة هذه كلها تابعة للفيلا، حديقة كبيرة ما شاء الله تبارك الله، فيها شجر التوت، عندنا فل وياسمين، عندنا أشجار مختلفة موجودة في الحديقة. هذه الحديقة كلها تابعة للفيلا، إطلالة رائعة جدا زي ما قلت لكم سابقا، موقع مميز مخدومة بكل الخدمات. تعتبر يعني الفيلا في مجمع فلل. نكمل تفاصيل الفيلا. عندنا المنطقة هذه أيضا بلاها بلكونة أيضا جانبية. ننزل مع بعض نشوف الدور اللي تحت. يعني الفيلا عبارة عن 4 أدوار. الدور اللي تحت كمان ما شاء الله تبارك الله مسوي ديكورات فخمة. عندنا صالة كبيرة، ديكور حجري، وركب كاميرات أيضا للمراقبة. مطبخ في الدور الأرضي مزودة بالأجهزة الكهربائية. عندنا الميكروويف والفرن، وسالة الصحون، شفاط. عندنا مخرج أيضا للبلكونة من هنا. ونجي هنا على غرفة أولى، مساحة جيدة ما شاء الله تبارك الله، وفي حمام رئيسي يخدم الدور الأول. وعندنا هنا حمام آخر عربي. نلقي نظرة على الحديقة من الدور هذا. عندنا المنطقة هذه منطقة سخان والأجهزة الخاصة بالتدفئة. عندنا الحديقة هذه حديقة كلها تابعة للفيلا ما شاء الله تبارك الله، حديقة كبيرة وأشجار التوت. هذه الحديقة التابعة للفيلا،
حديقة كبيرة وشرحة ما شاء الله تبارك الله. وعندنا في الدور الأرضي مكان للشوي أيضا، يعني باربيكيو موجود في الدور الأرضي. يعني دحين يوم نيجي نحسبها، الدور الأرضي موجود فيها صالة وغرفة واثنين، عدد اثنين دورات فيها، هذه الصالة وهذه الغرفة. نطلع على الدور الثاني، كنا في الدور الأرضي وهذا الدور الرئيسي اللي دخلنا منه البوابة الرئيسية للفيلا. نطلع الدور الثاني، يعني دور أرضي دور أرض دور أرضي دور أول دور ثاني دور ثالث. طلعنا الدور الثاني، نجي هنا على اليمين كنتم بكرامة، دورة مياه كبيرة ما شاء الله تبارك الله يخدم الدور الثاني. وعندنا هنا غرفة أولى في الدور الثاني، وهذه الغرفة الثانية مساحتها ما شاء الله تبارك الله كبيرة بشرحة. ونشوف الإطلالة من الدور الثاني، إطلالة ما شاء الله تبارك الله على المدينة وعلى البحر، شيء رائع جدا ما شاء الله تبارك الله. نجي هنا على الغرفة الثالثة، الغرفة الثالثة هذه غرفة أطفال مثلا أو حسب احتياج الشخص، ولها حمام خاص فيها الغرفة الثالثة. نطلع الدور الثاني، يعني دور أرضي دور أول دور ثاني. الدور هذا الأخير في غرفة واحدة، يعني هم حاطين لك غرفة نوم رئيسية، غرفة نوم رئيسية ولها تراس صغير كذا جميل. وهذه الإطلالة الرائعة الخلابة من الدور الثالث، يعني فيلا جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. شوف الحديقة التابعة للفيلا، حديقة كبيرة جدا. هذا الطريق الرئيسي اللي يجيبنا على الفيلا، مدخل الفيلا من هنا على الحديقة على طول، والمدخل الرئيسي من هنا من فوق، يعني المدخل الرئيسي للفيلا من هنا، وفي مدخل ثاني مدخلين للفيلا. منطقة بوستفا منطقة حيوية جدا، مخدومة بالمواصلات، بالسوبر ماركتات، بالجامع، بالكافيتريات والمطاعم، كل شيء حولنا، يعني يعتبر سيتي سنتر، يعني الداون تاون تبع طرابزون يعتبر في بوستفا. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.